التفاهم، والكرة تمشي سهلة للحارس عاطف الدخيلي. الثانية الأخيرة من الشوط الأول، كرة لخالد السويسي، خالد السويسي على الجهة اليمنى، محاولة للمرور، ربما التوزيع الآن، جابوا يوزع، خطيرة، والهدف الأول، الهدف الأول للنادي الإفريقي في الدقيقة 45 زائد 3، خطأ في محور دفاع الترجي، والهدف الأول للنادي الإفريقي عن طريق مراد الهذلي. مراد الهذلي يفتتح النتيجة في توقيت 48 دقيقة لعب أو 45 دقيقة زائد 3. سنعيد مشاهدة الكرة، هاي عبد البومن جابو مصدر كل المشاكل بالنسبة لدفاع الترجي، توزيعة في المحور، سوء تفاهم بين وليد الهجري وسامح الدربيلي على ما يبدو، فعلا كل واحد عمل على الآخر، ويلقى روحه أشرف الزيتوني في مهمة سهلة لافتتاح النتيجة في الدقيقة 45 زائد 3، 1-0 للإفريقي في هذه المباراة، وبداية أخرى للفريقين، وبداية أخرى للمباراة. والحكم فما حوار بينه وبين المسلوفي، أو عفوا بين ماهر الحداد وأيضا بين إدريس المحيرزي، ونهاية الفترة الأولى بين النادي الإفريقي والترجي بتقدم النادي الإفريقي هدف مقابل صفر، هدف مراد الهذلي في الدقيقة الأخيرة من الفترة الأولى، هدف يلخص ربما سيطرة الإفريقي نوعا ما على مجريات الشوط الأول. في المقابل الترجي مطالب بمراجعة حساباته، خاصة على المستوى الهجومي، الإفريقي وصل اللي حاجته به خلال الفترة الأولى وهو التقدم في النتيجة. هاي إعادة مرة أخرى للهدف الوحيد في هذه الفترة الأولى بإمضاء مراد الهذلي اللاعب. العقد قديش بناء مع نادي الإفريقي؟ مدة العقد 3.5 سنوات. المبلغ بين الإشكالية في الميدان هذايا، تبقى يلزمنا نلقاو اللاعب المناسب في الأماكن اللي حاجتنا بهم. صح سيماجي، شكرا لك. تقريبا باش يكون عندكم ايضا تقرير خاص بالنسبه لتحضيرات نادي الافريقي، باش تشوفوا فيها الانتدابات القادمه عن امكانيتها من عدمها ان شاء الله غدا في موعد. امام معاكسه الكره في اتجاه عبد المؤمن جابو، ما كانتش في الاتجاه الصحيح الكره الاخيره، لكن ترجع مره اخرى لاشرف الزيتوني على الجهه اليمنى، التوزيع ما ثماش تسلل، خطيره للافريقي، فرصه ثانيه وعلى العارضه، والهدف الثاني، الهدف الثاني للنادي الافريقي، عبد المؤمن جابو في توقيت 47 دقيقة لعب يتمكن من إضافة الهدف الثاني للنادي الإفريقي، وهو الهدف الثالث ليه منذ بداية الموسم. الإفريقي يبدأ بكل قوة الفترة الثانية ويأكد تقدمه. هاي الإعادة، خطأ في المراقبة مرة أخرى، كرة على العارضة أولى، وفي المتابعة عبد المؤمن جابو، كرة تسلم القصديوي على العارضة، وجابو كان في المتابعة بصدر يحط الكرة في المرمى. 2-0 للنادي الإفريقي أمام الترجي الرياضي التونسي، وبداية ولا أروع ولا أحسن بالنسبة للإفريقي. في المقابل نوارة ما كانش محظوظ برشا في بداية هذه الفترة الثانية، مع خطأ كبير في المراقبة من دفاع الترجي على الجهة اليمنى. هاي الإعادة، سلام القصديوي في ظهر الدفاع، ياخذ كورته يروضها بامتياز في الحقيقة، التوزيعة كانت ممتازة. مرة أخرى الحكم ياسين حروش يصر على احترام سنتيمترات حتى ولو كانت في الحائط الدفاعي. لمساكني وعلى العارضة، وفرصة هدف، وهدف تذليل الفارق، هدف تذليل الفارق للترجي الرياضي التونسي على طريق يانيك جانك. قلنا هي ربع ساعة من نار، هي نهاية مباراة مثيرة. الإفريقي يقبل في الدقيقة 77 من المباراة، إن شاء الله لاباس عاطف الدخيلي قبل كل شيء. في اللقطة الأخيرة كان تنفيذ ممتاز من يوسف المساكني، هاي الإعادة في الزاوية، كرة تضرب على العارضة، تضرب على في الحارس، تضرب في القائم على ما يبدو أيضا، هاي الإعادة من زاوية أخرى. وفي المتابعة اللاعب يانيك جانك يتمكن من تسجيل الهدف الأول وتسجيل الفارق 2-1 لل